السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا عندي موديل على الريفت وعايز اشتغل بيه على السكتش اب، مثلا هتعمل ريندر او تحليل او اي حاجة. ففي اداة كويسة جدا اسمها هيليكس، انا مسطبتها دلوقتي على الريفت وفي نفس الوقت سطبتها على السكتش اب. دلوقتي هقول له بس كده، هاجي هنا في السكتش اب واقول له هيليكس، فهو بيسألني على السليفت اليمنت، فبقول له خليهم باي كاتيجوري، واقول له امبورت فروم ريفت او سند تو ريفت. هقول له دلوقتي امبورت فروم ريفت وشوف اللي هيحصل هنا. المبنى كله بتنيل دلوقتي، الحوايط والابواب وكل حاجه بتنيل على السكتش اب.